تواصل فرق الإغاثة جهودها المضنية لإنقاذ الطفل المغربي ريان العالق لليوم الخامس في بئر في شمال المغرب في سباق محموم مع الوقت، بينما تتعقد عملية الحفر في الأمتار الأخيرة للوصول إليها. هذا ولجأ المنقذون إلى الحفر اليدوي طوال الليلة الماضية وحتى الآن بسبب مخاوف من انهيار التربة خلال عملية الحفر. وبالتوازي تواصل خلية أزمة مغربية تعمل على مدار الساعة متابعة الحالة الصحية للطفل، مؤكدة أنه مازال على قيد الحياة.